لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وفاة الفنان المسرحي والسينمائي جمال بن صابر. انتقل إلى رحمة الله الفنان المسرحي والسينمائي بمستغانم جمال بن صابر عن عمر ناهز 81 عاما بعد مرض ألزمه الفراش. وحسب المديرية الولائية للثقافة والفنون، توفي اليوم بمدينة مستغانم الفنان المسرحي والسينمائي جمال بن صابر عن عمر ناهز 81 عاما. ويعتبر الفنان من مواليد سنة 1941 بمستغانم، وبدأ مشواره الفني مبكرا مع الجمعية المسرحية الموسيقية السعيدية قبل أن يلتحق بفرقة مسرح القروقاز للمسرح الراحل ولد عبد الرحمن كاكي في نهاية الخمسينيات، لينضم بعد الاستقلال إلى المسرح الوطني الجزائري حيث النشأة إلى غاية عام 1971، ثم انتقل إلى فرنسا لإجراء تربص في السمع البصري، وعاد بعدها ليكون مخرج بمستغانم. وقدم جمال بن صابر عدة أعمال كمخرج وممثل ومساعد تقنيا في العديد من الإنتاجات السينمائية والمسلسلات الدرامية للمؤسسة العمومية للتلفزيون، كما نال الفنان الجائزة الذهبية في مهرجان سينمائي دولي بتونس سنة 1975 وجائزة وطنية في مهرجان مسرحي بولاية سيدي بلعباس. أسس الراحل الجمعية الثقافية الإشارة مع مجموعة من المسرحيين، وكان رئيسا لتعاونية الكنكي ومحافظا للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بين عامي 2007 و2011، وعضو فعال في الحركة المسرحية الوطنية والمحلية. وسيوار الفقيد السرى بعد صلاة الجمعة بمقبرة سيدي علال قصوري ببلدية صيدا بولاية مستغانم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.